سنة حلوة يا شروق، سنة حلوة يا شروق، ربي يكمل لكم إن شاء الله. وراكم غير شوف نقول لكم بصراحة، راكم طالعين طالعين طالعين، وربي يطلع مقداركم وربي يحفظكم وبعد عليكم العين. هذا العين شوية هاك تعرف كاع راهي شروق، شرقتوا علينا وربي يشرق عليكم، وكملوا كيما راكم، راكم هايلين. الشروق واش معناتها؟ الشروق تاعنا، شروق تاع الجزائر، شروق تاعنا. ربي يحفظكم ولادي العزاز، وان شاء الله يوفقكم وبالكم حافظوا او خدش المشعل في يديكم انتوما، انتوما لي جن. ربي يحفظكم وكل عام وانتوما بخير، والشروق ديما تقعد هكا شروق مشرقه ان شاء الله يا رب. نتناولها تزيد تطور، وعلى كل حال راهي في المستوى لا فيريتي، الحمد لله انا فرحانين بها بزاف ورانا كاع نتابعوها. باه شروق دارت 11 سنه، نعم بالي البارح برك اللي بدات ابارامون، دارت المسيره تاعها ما شاء الله. ان شاء الله كمان المستقبل نشوفوا اعمال ناجحه، وهذا يشرف الجزائر ككل كاعمالها التلفزيونيه اللي مالا ان شاء الله. والمثابره هي اللي تجيب الاعمال الناجحه، هي اللي تعطي البصمه الحقيقيه كما يقول لك العمل الناجح. وان شاء الله كما يقول لك بها وبلي جون تاعها نشوفوا بلي دوكا تاني نشوف الشروق الاعمال كما القناه. كاين بزاف قنوات رجعت اعتمدت تاع الشباب والناس اللي راهي صح في الميدان تاعها، وهذا ما واش راهي تحتاج الجزائر، الشباب تاعها الواعيين المثقفين اللي عندهم خبره. فيليسيتاسيون جو سوات بون شونس اي بون كوراج، ويعني بالخدمه اللي راهي دير فيها طول العمر بور لاشان ان شاء الله. بون شونس بور توت ليكيب، لو ستاف تكنيك تاعهم ولو ستاف دو لا برودكسيون. الشروق قفلت 11 سنه، نقول لها كل سنه وهي بخير ان شاء الله، والمزيد من الاعمال الناجحه ان شاء الله. شروق، اولا نرحب على المدير العام تاعها اللي كان علي فضيل، اللي انا تعاملت معه في مسلسل مع بيونا الى اخره اقومي، والوفاة تاعو أثرت فيها أنا بزاف والله العظيم، لأن كان إنسان طيب وكان يجي يشوفنا كي نكونوا في التصوير ويشجع إلى آخره ويزيد يعاون، ولهذا نترحموا عليه. في وحنا على أبواب رمضان نصوموه بالصحة والهنا على كل حال، ونقولوا بلي كل التوفيق للاشان الشروق اللي عطات الكثير. نقول لهم كل عام وانتم بخير، ونطلب لهم النجاح والمزيد من النجاح ان شاء الله، يعني وشتين شان كي بوكو سويفي مع عند الجمهور، وان شاء الله انتظرونا هذا العام في الشروق. انا بالنسبه لي قناه الشروق دارنا، باسكو تربيت فيها ويعني هي اللي بينتني هي كذا، ونرحموا بكل خطره نرحموا على السي علي فضيل اللي يعني اللي هو سبب القناه هذه تاع اللي بانت، وكان يعيط لنا وكان يتهلا في الفنانين ويتكبر بينا، والحمد لله القناه هي ولات هي معروفه كذا وراهي مازالها تعمل. السنه 11 بل هذه الخطوه 11 ولا زالت خطوات اخرى، لأنه ببساطة من يسأل على الشروق لابد أن يذكر ثلاثة أشياء: الأخلاق والتربية، ديننا الحنيف والوسطية في كل شيء، مواضيع سياسية اقتصادية برامج ترفيهية رياضة كل الاعتدال. اللهم ارحم أخونا علي فضيل الذي وضع حجرة الأساس على هذا الصرح هذا، وأظن أنه في قبره مرتاح، لأنه قناة الشروق بين أيادي آمنة. باسم الشعب الجزائري نعتز بقناة الشروق، خاطر راهي ماشية مع الأحداث، راهي تواكب وتسير عما يجري في المجتمع الجزائري المملوء بمختلف الصراعات الإيديولوجية الثقافية والاقتصادية أو التربية والرياضية إلى آخره، راهي دائما ماشية مع المجتمع الجزائري. نتمنوا لها كل الدوام وكل الصحة. أيام السعيدة تصبح على الخير يا عزيز الروح يا وردة جديدة،
تصبح وتصبح ونهارك أعمال رابحة وتربح يا الشروق يا وجه الخير. كل عام والشروق هي في الشروق. تهانينا لكل عمال قناة الشروق، والسلام عليكم.